تعرض لهنا والنفقه في البلاتفورم والنفقه في ارضيه. فما اللي يحب يجي لهنا يقتحم، فما اللي يحب يجي يعرف روزاج الاخر يقلب عش. الناس عارفه باش تعمل لهنا ولا الناس عارفه وماشيه بينا الامور. الناس تعرف شنو هي اخر التطورات واخر النقاشات بين الاطراف السياسيه. نحن رانا ما نحبوش هذه الناس قطيع، رانا ما نحبوش الناس قطيع، ما نحبوش الناس مش فاهمه شيء. يلزم الناس تبدا فاهمه شنو هي قاعد يصير في الولايات، شنو هي صاير في الماكس في الولايات. راهو كيما ابو زيد وقفصه وسريانه والمهديه، راهو تم تشكيل مجالس جهويه. الناس دخلت من الولايات مقر السياده خرجت بالوالي وعينت من الجماع بكافة مكونات مجمع المتن في حاجور والقطار والمكونات السياسية كل في البلاد باستثناء ترويكا الحاكمة. الناس تتعامل هكذا، نحن في باردو ناس تجيب دور على فيلم نخر الدين، تذكروني في فيلم الرسالة وكأننا باش نبنوا جامعة لهنا. يا مواطنين يا توانسة عاودوا شغلكم بكل وضوح. راهو إذا كان عندكم وهم، إذا كان تتوهم، إذا كان وهمين، وإذا كان تحبوا تصدروا الوهم لروحكم، في الماضي، في المضارع، في المضارع المرفوع، وفي اللي تحبوا أنتم. راهو إذا كان عندكم وهم، لا تخلوا عليه. أنا نقول لكم كما قالها عبد الناصر العويني الصباح بالضبط، فتحت محمد علي، الناس تتحمل الشمس، تتحمل التعب، تتحمل تتحمل السخانة، تتحمل السخانة، تتحمل كل شيء 10 أيام 15 يوم شهر، وإلا تتحملوا التجويع والتفقير والاغتيالات والعنف 40 50 60 سنة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. هذا هي الوضعية في البلاد بالضبط. اليوم شكون مع تونس وشكون في تونس؟ شكون هذا فرز باش يصير في البلاد؟ راهو يصير مع الشعب، مع الاحزاب، مع المنظمات، مع الجمعيات. انا نحب نقول لكم اذا كان فيكم واحد متسيس لنا، اذا كان فيكم واحد في جمعيه ومنظمه، راهو الاجتماع اللي صار البارح، الناس اللي تقول مهلونه نحبوا نناقشوا، والناس اللي تقول راهي الوضعيه ما تحتملش، وخاصه دعاة الموضوعيه كما يقول مظفر نواب، يلزمنا مؤتمر وطني للحوار، ويلزمنا انقاذ، ويلزم البلاد داخله في حيط، والبلاد نفق مظلم. راهو الحقيقه هاللي تارم تكنيك الكل هذوما ما عادش عندهم حتى بلاصه في اللي جاي لباردو، ومقتنع اللي اسقاط الحكومه في خطوه اولى ينطلق اساسا من حل هذا المجلس الكارثه على البلاد. ينطلق من هذا المجلس. حاجه اخرى، راهو الحقيقه اللي مستنسخ التجربه المصريه نقول له استنسخها على الفيسبوك، استنسخها على تويتر، استنسخها في القهوه، استنسخها مع صاحبتك وانت تحكي. الواقع المصري مش الواقع التونسي، واللي حب يستنسخ الواقع التونسي في الماضي اللي مش بعيد برشا، اللي طاح بحكومه الغنوش الاولى والثانيه، القصبه واحد والقصبه الثانيه، والشباب هنا في جهه تونس، وانا ولد منطقه داخليه وبحاول منجي. إذا كان كنتم راهنين على أبناء الجهات الداخلية أنهم باش يعاونوكم في الاعتصام، أنا نوصل لكم من الاجتماع اللي صار البارح على الأقل في ثلاثة ولايات، قفصة بوزيد والقصرين، يقول لكم الآتي شباب، يقول لكم نحن مستعدون للزحف بالآلاف، أما نحن نحبوا الأرض نجوا، ما نلقوش الناس تجي تتصور، وما نلقوش ناس تجي تحكي معانا وتكتشف عاداتنا وتقاليدنا. مانا جايين هنا في زون فلسطين. أنا نقولها لكم راي في المحليات، في جبنيانة فكوا معتمدية، في الرضايف عينوا معتمد، هم العرايس وبسليانة. نحن هنا في المركزة المطلوب منا شنو؟ أول حاجة نحن متفقين. بالله يا تعب راني بالرسم. المطلوب يا شباب بجميع تفريعاتهم، بالحركات الشبابية، باللي ما عندوش حزب، باللي ما عندوش تنظيم، باللي ما عنده حد شيء، المطلوب منا أول حاجة على المستوى السياسي، هو السياسي
انه نتوحدوا حول مطلب ليس إقالة هذه الحكومة، رحيل هذه الحكومة العاهرة الفاشلة بامتياز والعاملة. واحد اثنين بغينا بغيت تصفيق يا رفاق واصدقاء، بغينا نصفق. اثنين نتفق اللي مجلس تأسيسي يلزموا يتحل، مش يلزموا يتحل بركة البني هذه تتسكر ونمشي ونعملوا لجنة خبراء تاع صياغة، أو نقولوا نبروا عملوا الدستور. عندنا كثر ربي كان عندنا 7000 محامي وعندنا أهل الاختصاص. يا أخي أنا باش تسوق لي ناس فيهم حتى اللي مش قاري دل واو، مع احترامي ليه. ثلاثة واللي هو أهم، هذا شنو يتطلب؟ هذا شنو يتطلب؟ هذه البلاتفورم اللي نحن متفقين فيها يتطلب البلان داكسيون، البلان داكسيون اللي هي نحن الحركه اللي باش نعملوها. الناس الكل بين الظهرين سامحوني في العباره ونعتذر، تتشرط مع الاعتصام. نحن قادمين على الجبل قدومه، قادمين على الجبل بقدومه. يلزم تعرف اللي حركه النهض مخترقه وزاره الداخليه وهم العوان يسمعوا فيه. واحد اثنين تعرفوا اللي حركه النهضه مش تبدا واضحه عند الناس اللي تجينا، عندها فراحها الخاص اللي هو روابط حمايه الثوره اللي هي متواجدة في علاقة بروابط حماية الثورة. أنا نقول لكم حاجة، ما هو مش أشجع منا، لا أدعو إلى العنف، أما الحقيقة إذا كان جبت العباد هذه لهنا واعتدت على الناس فإنه من المفروض اللي اعتدى على هذا روى اعتداء عليا. ثلاثة واللي هو أهم، الاعتصام هذا هو الإطار اللي باش يوحد ممارسة الشباب التونسي، وهذا اللي نحلموا به. ما أنا نقولوا نحن ثورة شباب وفكوا الشياب، الشباب غير قادر على تنظيم نفسه. اش معناها التنظيم؟ التنظيم هو اللي باش ينجح الاعتصام هذا، باش نبدا واقفه. لجنه نظام، لجنه لوجيستيك، لجنه تاع اعلام، لجنه تقرر. بالنسبه لنا يا شباب باش تبدا واضحه الامور عند الناس الكل. انا واحد من الناس واعلنت في البطحه، ثم برشا يعرفوني شنو هو الانتماء نتاعي. قلت نعتبر اللي الحزب نتاعي لو كان يمشي في الحوار وفي الحكايات هذه راني سأكون أولى المغادرين، لأنه في الوضوح. لا ما غير تصفيق يا ودي، ما غير تصفيق يا ودي، مشنا في التجمع. باش نكونوا واضحين، راهو الاعتصام يعني تعب، يعني شمس، يعني جوع، يعني توالات، يعني قطاع حاجة بشرية. راهو الاعتصام يعني نجم يبعث لك أربعة من الناس يعملوا لك مشكلة. راهو الاعتصام، انا عندي خبره في الاعتصامات، نجم نحل شركه نتاع مقاولات تصنع اعتصامات. راهو الاعتصام استنزاف طاقه نتاع ناس نتاع شباب. اذا كان تحطوا هذوما الكل في ذهنكم اللي موجودين، خاطر كانوا صباح كان نومبر كبير. اذا كان تحطوا هذوما الكل، انا نقول لكم حاجه على الاقل الواضحه، قدوه جنازه الرفيق الشهيد محمد البراهمي اكيد باش تتنقل الناس من الجهات، وليس اكيد ثم عندي معطيات وعندي كل جهه قداش باع فنكار وقداش باع ناس، وخاصه جهات بوزيد وقفصه والقصير ربما يكون العدد كبير، خاصه لان وصيل بوزيد باش يكون من مدينه بوزيان عدد كبير اكثر من اللي تتخيلوا. غدا بعد سداسه طول، لانه الشعب التونسي يعرف اللي السلطه نهار 28 جانفي اعتصام القصبه واحد مطيشة في الكياس، السلطة 25 فيفري مطيشة في الكياس، 6 فيفري مع اللي شغونا فيه ورزونا فيه الرفيق شكري السلطة كانت مطيشة. اليوم السلطة مش مطيشة بركة، يقودونا من الجنة بالسلاسل. النخبة هذه وقتاش باش تتعلم؟ وأنا قلت أصباح ونعودها تو، اللي عنده حتى نسيبه ولا ولد عم بي أمه في المجلس السيسي من نواب الديمقراطيين بين الظفرين. مانيش مش نقول مش وطني، صدقوني مش راجل كان مازال يقعد تحت القبة هذه، صدقوني ماهوش راجل، ما عندي ما نقول. وأهم حاجة، أهم حاجة، أهم حاجة، راهي الوحدة نتاعنا، الوحدة في الموقف. الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، قول رانا تعبنا، أودي رانا تعبنا، خلينا نتكلموا نقولوا كلمتين. يا الأولاد روحتوا جيل، روحتوا جيل. بالنسبة للمجتمع المدني، أنا متأكد إني نشلم المجتمع المدني هذا باش يساند الأحزاب. أنا في الوضوح نقول حزب مساند الاعتصام يساندوا في الوضوح، فاش يساندوا؟ يساندوا ببيان،
يقول انني حزب الفلاني وساند هذا الاعتصام، اعتصام الرحيل ولا اعتصام الموت ولا اللي تحبوا تسموه انتم. اثنين، يلزم نعرفه خاطر نحن نحطوا خيمه ما نحطوش، نعتصموا الليله ما نعتصموش، يلزم نعرفه هذه سفينه يسوقها 500 رايس و500 راي، هو صحن نتاع حلو تدخل فيه خمسه يدين يتفرعس، فاهم بالك؟ بلاد اعتصام، سامحني، اعتصام ومصير نتاع بلاد كامله. العدد هذا غير كافي، مش ولا اعتصام غير كافي، نعملوا مائده نتاع رحمن نحن نتاع فطار. واحد، اثنين، العدد هذا النعرات، ما عندنا برشا ثوريين يقول لك نقتحموا المشرى سيسي، اي نحن مع الاقتحام ونسكروا بالكابنوات، واذا كان لزم نقسموا شنابر ونسكن فيها، فهمتي ولا لي اس دي اف، اما مش بالنومبر هذا ومش بالماس هذا ومش بالرابورت دو فورس هذه. انا بالنسبه لي نهار اللي تولي باردو كلها معبيه، نهار اللي يولي المجلس محاصر الكل، وقتها نقتحموا وندخلوا، وقتها نقتحموا وندخلوا. الحركات الصبيانيه اللي ما تعبر الا على، خليني نقول، امراض نتاع شباب، خلوها في دياركم، خلوها في دياركم، خلوها في دياركم. بالنسبه لنا نحن اللي حب يكون مساند في الوضوح مرحبا به، والجهات ايضا تقول لكم اذا كان تبادروا بالاعتصام وتنجحوا سنكون اول من نكون في لنا، مش وكان لنا. بالنسبه لهم المهمه لا تنتهي في بارتو فقط، المهم تنتهي مع اعتصام قصبه ثلاثه، اللي مش باش يقيل حكومه فقط، اللي باش يعين حكومه انقاذ وطني، لانه اليوم نحن عاملين مطالب يلزم نطرحوا معاها البديل. ماناش باش نعملوا كيما حركه تمرد في مصر، مع احترامي للشباب المصري اللي سلم السلطه بين ظفرين، ربما الجيش وكناش مختلفوا مع الناس. نحن لهنا المطلوب منا ان نكونوا مرابطين، نعرف ان الوضعيه رمضان، ونعرف ان الحاله سخانه، ونعرف اللي سيف وتعب وسهريات، اما بالنسبه ليا 2000 فرنك اللي باش نعمل بهم قهوه في الافنيو، ولا 10000 باش ناخذ بها التاكسي البول ليو، انا والله الاولى اني يا سيدي جيبوا قهويكم وجوا شربوها لهنا، جيبوا قهويكم وشربوها لهنا. ما المفروض راهو على الاقل سكان تونس الكبرى تحكي على اكثر من الزملاين، راهي الناس تشق في فتره لهنا، من المفروض انه كيف المغرب الناس تشق فتره هنا. الناس اللي تقلت وتابعت الوضع في مصر راهو ميدان التحرير ما يباتوش فيه الالاف، لكنه في الصباح يكونوا فيه الالاف ويكونوا فيه الاف الالاف. يلزم الشباب لهنا، راهي الثوره ماهيش موثه، راهي ماهيش ديفولمون، ماهيش ماشي نعمل في قهوه، راهي مسؤوليه ومسؤوليه تاريخيه. انا عازم وغدوه نحب نعرس يا اخي، نجيب صغيري نرهنوا الهضومه، نرهنوا الناس هذه، نرهنوا الناس هذه. راني نعاود نقولها، الناس اللي قتلت علي بن ابي طالب، وقتلت الحسن والحسين، وقتلت مهدي عامل، وقتلت فرج فوده وحسين مروه، هي نفسها اللي قتلت شكري بن عيد، وقتلت محمد البراهمي، وما زالت باش تقتل، ما زالت باش تقتل اذا كان بقيتوا هكا. انا نتذكر المليون و400 اللي وحدها دم شكري، اللي وحدها دم شكري، ونتذكر مليح نقولوا قبل علي العريض، كلب الدم علي العريض، كان يقول في حصة تلفزية اللي شكري يعطي في 70 دينار ويخرج في الشباب. نحن نهارتنا رجعنا عليه نهار الجنازة العظيمة، قلنا له تنجم تقول اللي شكري أعطى 70 دينار المليون و400 ألف تونسي. نحن يوم غد نحبوه أيضا يوحد التونسيين، مش فقط على العنف، لأن العنف أصبح تادو فات في تونس، يوحد التونسيين على رحيل هذه الحكومة، لأنه مكانها الطبيعي مزبلة التاريخ، مكانها عايش اختي، بس مكانها الطبيعي مزبلة التاريخ. وانا نوعد، نوعد الصحب يعطيك، لو كان حكومة انقاذ وطنية كما نعرفناه تحاكم وتحطه في الحبس، تحاكم السفاح وتحطه في الحبس، ونوعد قادة حركة النهضة هذه الحركة الفاشيستية انه لو كان نتمكنوا من فرض هذه الحكومة باش نوفروا لهم الشروط العادلة لمحاكمتهم. الصورة واضحة عندكم شباب، كل واحد يعرف شنو عليه عمليا. نعطيكم اكزامبل، في بوزيد البارح خرجت بوزيد الكل، والمزونة ومنزل بوزيان والركاب الكل تثبت في بوزيد سونتر، فكوا الولاية، عملوا اجتماع نصب، هذا عملية في قفصة البارح، في قفصة
البارح اقتحموا الولاية. هذا اش معناها عملية؟ أنا ما ندعوش العنف. لا ندعو إلى العنف. أما إذا كان جا العنف فمرحبا به. والصباح قلت أنا المسؤول الأول. الوزارة هذا إذا كان اعتدت على أي معتصم لنا راهي باش تتحمل مسؤوليتها. وأنا نحب نقول على عوال البوليس أكل ولاية الزوالي اللي يمشي يتدرب أربع شهور في القروان في سيدي سعد ولا بير بوركبة، راك ولد شعب وراهو بايك معلم وأمك خياطة وبوك أستاذ ومرماجي وأكثر ناس مضرورة من حركة النهضة هما أنتوما، لأنهم يحطوا فيكم في الواجهة مع الشعب، يحطوا فيهم في الواجهة مع الشعب. وأنا نقول لك ليس نترجى فيهم، من أكثر الناس نعرف في البوليسية. وهو رئيس المنطقة معز العويني كان من الناس اللي يضرب في الناس في 9 أبريل وفي المسيرات في عهد بن علي. رئيس المنطقة لنا يعني نعرف الناس كل، أما يلزم الناس تبدأ واضحة الصورة. أي أو أو هذا نحلوه ولا ما نحلوش؟ اللي قادر يحلو راه ما مش بالمفتاح باش نحلوه، راه في الناس وبالأجواء وبالأجواء الطيبة زادة بالأجواء الطيبة بين الناس. راهي نعطي صمات تخلق حتى حالة إنسانية رهيبة جدا. اللي حتى متاع السيجارو نتذكروا في القصبة الناس تقسم حتى بالسواقم، تخلق حتى حاجة تاع حب، تخلق مزاج جديد عند التونسيين. وانتم راكم جيل جديد يعيطوا لكم جيل البرسينغ والسراول الطايحة. إيه ما يسالش البرسينغ والسراول الطايحة طيحوا نظام بن علي، أما اليوم الحقيقة ما همش قادرين يطيحوا بالنهضة. اثبتوا عكس هذا، الجيل هذا مطالب أنه يطيح بحركة النهضة وليس بحركة النهضة فقط في حقيقة الأمر. كل من يتربص بالثورة والمسار الثوري، وكل من يتربص بأهداف هذه الثورة، وكل من يتربص بالشعب.